ثابت فارس. شكرا فيها الاسعاف اللي عن عمر بن الخطاب اللي واحد اشتكى على واحد انه صح ولا لا؟ واحد اشتكى على واحد انه اعطاها امانه وجاء الوقت المحدد ما جابها له وقال بذبحه وشهد واحد اي وراحوا الاهل العياله نجيب السالفه كامله. رجل كان اتوقع انها قضيه قتل او صح؟ لا ما هو قتل امانه. لا 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 انكر الامانه صح؟ انكر الامانه. واحد اعطى واحد امانه وقال اجيك في اليوم فلان ابغى اخلي عندك امانه. اي جاء عند عمر بن الخطاب ولا؟ لا متقدمين. المهم قال له ابغى اعطني امانتي قال امانتي ما هي عندي جحده راح اشتكوا عند الامام ذا انا ما ادري عمر ولا من قاضي عياب اظنها قاضي عياب اتوقع انها قتل اذا ما خاب ظني هي قصه قتل اللي قال له روح وارجع انت ايوه قال له روح ومن يضمن يرجع صدقوني انا عند واحد من الصحابه عمر صدقوني عمر بن الخطاب عمر هذا القتل عند عمر بس هذه قصه ثانيه عن الاماني لا انا اتكلم عن عمر عنده قتل اي وش قال له؟ قال له قال من يضمن هذا الرجل؟ من يضمن هذا الرجل؟ في قتل قال بروح ثلاث ايام وارجع امن عيالي وارجع من اللي ضمنه؟ قتل واحد قتل صح؟ قتل اي من اللي ضمنه؟ قال انا اظن ابو عبيده حول الجراح او حذيفه بن اليمان واحد من الصحابه يعني كفل واحد في على ما قالوا في قتل اي قضيه قتل واذا ما جاء بيقتلون هذا الصحابي وش قال طيب؟ راح قال راح ورجع الرجال المفروض انه لان في قتل بيقتلون الرجل المفروض انه يمشي صح يهج ايش سوى رجع يوم رجع قال له سمح الرجال ذاك اللي على ما قاله صاحب القضيه قال مسموح سال الاول قال ايش ضمنت الرجال كان ممكن تموت انت قال خشيت ايش صح ان قال ان الامانه نزعت لا ان ال اثال شو اسمه من الثقه لا انا اقول له خشيت ايش الوفاء او هو قال له ليش ما نزع يعني قصدي خشيت ان الرحمه او شيء زي كذا في الامه يقول نزع السؤال الثاني قال انت ليش رجعت قال خشيت ايش قال وفاء بالعهد أن يقول وفاء بالعهد في الأمة ضاع يوم سأل ثالث قال ليش سمحت قال خشيت إيش أن يقول الرحمة ذهبت من الأمة هذا نفس تأكيد الكلام فارس 100% اللي ما يوقف الواحد صح إنه ما يلام بس إن في ناس قبل تسببوا بالسبب هذا يعني خلت الناس ما توقف صحيح صدقت أنا قابلني هندي وقطع واردك في سيارة مكتوب عليها دبي لوحة دبي ترى كثير تصير هذه هندي مع عائلة قال أنا محتاج أنا أبغى فلوس أنا جيت هنا سرقت محفظتي مدري إيش والله عنياتي قلت له طيب ما في مشكله كم تبغى؟ قال ابغى مدري كم مبلغ احدده عشان بنزين عشان السفر بس قلت طيب بس خليني بطلع جوالي وكذا بس بطلع جوالي ابدق على اخوي انا كنت وقتها في الصناعيه اخوي في السياره قلت ابغى يجيب محفظه والله يوم كنت بطلع جوالي يحطه في الاول ينحاش اقسم بالله ترى هذه اي بعضهم صارت خلاص هذا نصاب كبير صارت مهنه فيجي يقول لك والله انا هنا عابر سبيل وانقطع فيه الخط ما عندي حق بنزين لا كل الخطوط العامه تدري كيف يجيب لك نقطه ضعف بعض المرات يجيب عياله من جهه هذه صارت لي انا كيف يعني يستعطفك يجي يعني وقف سياره كذا واقف هو والسواق يمين صح وصل مع عمره يسار ومع عمره يمين يوقف عندك كذا تفننون هم تحت ريشه تفنن وانت بجنبه هي صارت انا معي انت انزل روح لامه بس نفس الوقت يعني حتى لو ما اعطيه او اعطيه شيء انا اللهم اني انا اعطيته هو لوجه الله عطوا شيء بسيط بس انه نقطه اللي هو مثلا قف احيانا انت بطريق ماشي مثلا سفر تشوف ناس متعطلين والله انك بدك تسوي لهم خير تقف بس هذول اذا ما خاف والله طبعا شاب الرحمن ما يعرف كبري فاحس منكم في الرياض يعني اقسم بالله اني موقف عند كبري فحص قبل فتره من الزمن موقف اشاره شوي الا حرمه جايه تعرفون اللي يشحدون ذولي والله يستر عليهم نص الصومال صادق من الكذاب فيهم وجاء حرمه استغرب هذه اللي شو اسمها البرقع ما هو زي في شيء غلط طايح زياده على اللزوم وحاجه زي كذا وجت وقفت عند قزاز قالت لي شوف عيون ما هي عيون حرمه انا ماني خبل والله ان عيون رجال والله ان عيون رجال والوجه منه اخدود منه اخدود الرجال واليدين يدين الرجال اشوف حذيانه لابس انه والله يكرمكم الرجال الخد خضر اي وكيف يمشي زي كذا اول مره اشوف حرمته يمشي زي كذا هلا جاني اللي وقف قال قلت طيب تكلم كذا قلت تكلم قال ما ولا شيء عيون كذا ريال وراح يوم راح طبعا اشاره ما اقدر اوقف فيها وانا اروح لناخذ اشاره وانا ارجع يوم جاء طال عمرك وانا ادق بالجوال قلت بدك على الشرطه بدك على اي شيء حرام اذا عين وصلت الاشاره طبعا ما اقدر اروح له لاني ما اقدر اقول لهم شوفوه هناك قلت خليني ارجع مره ثانيه الاشاره واكلمه وارجع له
طبعا ما يتكلم ما ناقشني. يوم رجعت عند شارل وقفت عنده قلت له اسمعني انت اسمعيني قلت اسمعيني انت شكلك محتاجه انا بس دقيقه عشان كلمت اخواني في البيت بيجيبون ملابس وكذا خليك انا دقيقه. ايش سوى قال راح ريوس يوم طلعت الجوال دقت عليه ويرفع ثوبه طال عمرك ربع عبايته ويحط رجله اطلق سبرنت اقسم بالله يحط رجله سروان سن وراه في ناس متبرسه يا وجه الله يا ود الناس هي ما تخاف الله سراج انا اقول لك شيء يعني هذه نقطه خل الناس الحين هذول اللي يلعبون يعني هذا الكلام موجه لهم اللي يلعبون واللي يلفون ويدورون الحين لو جانا انا كنت في محطه مثلا وجتني عائله فعلا فعلا العائله دي محتاجه يعني ممكن فقدوا كل الامل ما لهم الا الله ثم انت فقدوا كل الامل جو عندك قال والله يا راجح يا مخرج يا فلان انا معي عائله ومعي كذا وانا ابغى بس ابغى شيء يوصلني الطريق وين اروح بالنا احنا داي وين اروح بالنا روح بالنا للناس الحراميه ذولاك هذا مشكله فهذا الحين والله العظيم لو يعني دائما نشوف احنا نروح انا اروح الجامعه بين بيتي وبين الجامعه يمكن تقريبا 10 كيلو 12 كيلو اروح دائما اشوف الناس واقفه عبر ودي اساعدهم بس ما تدري يا اخي ممكن واحد يجلس بجنبك يركب جنبك وانا ابوي محذرني ابوي يقول يا معاذ الناس لا هو معاذ ولا راجح ولا مخلد ولا فلان كل الناس طبعها الخير كل الناس الحمد لله وهذا فضل من الله ترى خصوصا بالديار الطيبه ذي اروح الجامع يقول لا تركب احد معك صارت الواحد من اخوياي وهو قريب لي يعني من الجماعه بس انه من بعيد بس هو قريب لي الشخص ذا ركب جاء مره المرات وركب واحد بالطريق وراحوا وداوا المشوار حقه يوم وداوا المشوار حقه الا نزل الرجال وظهر في تفتيش قال بس نزلني هنا قو 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 ونزلوه هنا نزلوه في المكان ذا بعد ما نزلوه اللي دريت عنده فتشوه لقوا الظهر مخدرات مدري ايش فيه ورا فهذه مشكله ما تصدق انت ما تدري الصح من الغلط شوف اللي واحد يبعد ابو معاذ معلش نقطة بسيطة بس احسن الله مرة واقف عند طبعا درس بحياتي ما نسيته عند محطة جت واحدة تشهد كم يعني واحد قلت اف اعوذ بالله يا اخي ذولا يعني انا ترى رفضت انا واضح اشكالهم بعضهم انه مو بكذا ماخذها مهنة قال لي طيب قال لي واما السائلة فلا تنهي امر هذا درس بحياتي انه مهما كان اعطيه حتى لو ما تبغى تعطي لا تعطي لا تسب ولا تشكي عندنا اشارات غالبا ثلاثة كيف هذه؟ يا سعود زي اللي مكان جنبك او انه فعلا صادق اللي صادق عطف ما ادري انا انا اقول لك اللي تيقن انه صادق يعني عرفت انه صادق يعني بطريقه او باخرى بس اللي شاك كمبو يعني شاك لا اللي شاك كمبو ما شاء الله اعطوا شيء بسيط بحيث انه اذا صار صادق لك اجره واذا صار كذاب عليه ذنبه انه وصادقه ان شاء الله إيه؟ بس انا اتذكر مره من المرات كنت في محطه في الجامعه وقفت سيارتي الحين تجمع عليك كله لا سياره ولا جوال يطفي جوالك شحن ما عندك سلك شاحن ما عندك شيء فتحس نفسك محشور ما الوم اذا ما حد فزع لي ما الومه يا صح من البلاوي اللي تصير لي